عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في الدرس ده على ان احنا بنحاوله في اخطاء بنقع فيها الكل في فك الصورة. طبعا انا هفك الصورة، طبعا كلنا عارفين فيكتور كده، انا فكيت الصورة. طبعا الدرس ده مشروح في القناة مليون مرة. كده الشكل كده كله مفكوك، بص حتة حتة. لو هلون اهو، هلون ده خليكم بني، ده اخضر، ده اخضر، الشكل ده كله كده ايه مفكوك. الله المستعان. استنى لونه دي اصفر حتى كده عشان ايه توضح الشكل. باجي كده وفك الشكل ده خالص، اكبر كده شوية. كده انا براجع الشكل بشوف اذا كان في حاجة عايزة تتظبط ولا ما تتظبطش، بس الشكل ده كده فوق الممتاز. كده انا الشكل ده معايا كده ايه بقي ممتاز. اروح ماسكه كده، لو خدت كنترول ام بقي لون واحد، بقي لون واحد. انا عملت راجع كنترول زد كده. انا همسك كنترول وجي كده، كل الشكل اتمسك معايا بس معاه وقاعد بألوانه. اكرر الشكل كده بس كوبي، انا دلوقتي الشكلين دول عايز ايه اجربهم على بعض، او ان انا ايه هظبطهم. بدوس كنترول اف 7 كده جربه، كنترول اف 2 ماشي، ثاني كلهم كده، كنترول اف 7 كده ايه الشكلين فوق بعض. طبعا مش متساويين. بدوس كنترول اف ايه واف 2 كده الشكلين فوق بعض. باجي هنا مثلا واروح قالب ايه كده، عشان لما انا جيت اقلب كده الشكلين فوق بعض لازم افك شكل كده عشان اعرف ايه اقلب. واروح مبعد مثلا من هنا، ابعد من الاسهم كده. انا عملت ايه الشكلين بتوعي، فليكن ركنة برواز بتاع اي حاجة. انا دلوقتي عايز اقصهم مع احتفاظي بيه بالالوان بتاعتهم. بروح للأداة، الأداة دي بص اهو اللي هي كتر بلوتر او اختصار كنترول ال، وبدوس كده. طبعا جابت لي لوحة ايه لوحة الشكل ده كده. ايه اللي انا عايز اقطع في الاتنين؟ فليكن انا عايز اقطع الاخضر مثلا. بصوا اجيبوها من تاني عشان ايه نظبط الاداء. علامة الكت دي او اختصارك كنترول ال، وبشوف ادي الثلاث الوان اللي عندي. في لون هنا هاللون الاصفر ده مش ظاهر قوي معانا، اللون الاصفر ده انا مش عايزه في حتة كده في التصميم، جات مش عايزها.
انا بدوس على الازرق على البني، البني نزل لي في لوحة القص، الاخضر نزل لي في لوحة القص، الاحمر نزل لي في لوحة القص بكده. وانا لما اجي ابص بعد كده اجمع ايه، اجمع الالوان بتاعتي من تاني. انا كنت ايه اللي اختصارها كنترول ال لكات بلوتر او بلوت، بدوس عليها بتجيني دي. في واحد يقول لي طب ليه انا ما دوستش على ايه، على علامة الكتر على طول. علامة الكتر هتديني ايه؟ هتديني الشغل كله ايه عشان انا مش موصف المكنة. هتديني الشكل ده كله مرة واحدة مبهم، مرة واحدة هتقطع طول. داوم كده تاني، كده انا عايز اكرر الشكل ده، اكرر الشكل ده. فبدوس هنا، بصوا شفت دي اهو، خلي دي واحد، خليها اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. كده انا عايز 14 مرة. وحتى لو رحت هنا ادي ال 14 مرة بتوعي، ادي ال 14 مرة ايه بتوعي فين؟ في القصر. يبقى انا هنا علمتك ان انت ازاي تكرر. ها ليه في ناس مثلا فرضيا استنى نقول دول عايزه تكررها، بتكررها منين؟ من لوحه ايه؟ من اللوحه كده، بتروح واخده كده مثلا وكنترول في، يعني قص ولزق، نصغر الشاشه شويه ها، وتحطهم تحت بعضين، هتتعب نفسك او وتكرر مثلا هتتعب نفسك ايه اوان. فهنا الفليكس بيدي لك ايه امكانية ان انت لو عندك شكل واحد من غير ما تتعب نفسك وتقعد تكرر، هي كلها ان انت الشكل اللي معاك اهو. استنى نحذف دول، كل ما عليك انك تدوس كنترول ال وتروح للقص وتختار الوانك اللي انت عايز تقطعها وتكرر منين؟ من هنا. الرقم اللي جنب ده هنا ده التباعد بين الاشكال. يعني انا فليكن هعمله ايه، نص سم كده، بقيت خمسة. كده اداني ايه؟ اداني نص بتاعي. وطبعا ما تنساش لو في اي استفسار تحطه في صندوق في الردود، وانا ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. وما تنساش لايك وشير عشان كل يستفيد. اللايك الاعجاب بتاعك بيحفزني ها. وما تنساش تشترك في القناة، وانتظرونا في كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.